السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم كنقدم لكم مجموعة ديال الشقق اللي جاو في واحد الموبل اير بليس 3 فيه جوج ديال الشقق في كل طابق. بالنسبة لهذا الموبل هذا فيه لاسونسور. الناس اللي كيسولونا على شقق في موبل بالمصعد ولله الحمد عندنا هذا الموبل هذا فيه 8 ديال الشقق، المساحة ديال 94 متر مربع. بخصوص الثمن اللي عندنا في هذا الموبل هذا، الثمن ديال 62 مليون وكاين إمكانية ديال التفاوض. طبعا بخصوص شروط الدعم عندنا الدعم ديال 7 ديال المليون في هذا الموبل هذا. هو الشروط الدعم راه كتكون كالتالي، لا من يعني الشروط اللي المفروض تكون متوفرة لا في الطرفين لا يعني ديال العقار او ديال السيد اللي غياخذ يقتني العقار. الشرط اللي الشروط اللي خصهم يكونوا في الانسان اللي غيقتني عقار خصو ما يكونش عنده سكن، او لا ما يكونش عنده مثلا طالع في واحد السكن ولو يكون سكن يعني ورث مثلا ديال واحد العائله مات مثلا الاب ديالهم وخلى لهم شقه ولو تكون فيها غير 30 متر ويكونوا هما معاه يعني فاش توفى هو ودخلوا شهادة الملكية يعني في عدة الإراثة بانوا في هذه شهادة الملكية وليكون طير لهم غير مترو الواحد راه ما عندهمش الحق في الدعم. بالنسبة للناس اللي كيقول لك حنا كنمتلكوا أرض ولا كنمتلكوا مثلا واحد الأملاك واش عندنا الحق يعني في الدعم ديال السكن، أنا كنقول ما دمتي ما عندكش السكن وما كتطلعش بأن عندك واحد نسبة في واحد سكن معين أو لشقة مثلا ديالك راه عندك الحق في الدعم. أما بالنسبة يعني الشروط اللي خاصها تكون متوفرة في العقار يعني في الشقة أو يعني البارتمان اللي باغي تشري، أنها خاصها تكون بشهادة ملكية ديال سنة 2023 فما فوق، وتكون أول بيعة يعني ما يكونش ديجا سبق لها تباعت، يعني هذا هو الشرط الأساسي، ويكون الثمن ديالها لا يتجاوز 70 مليون، يعني ما بين 70 و 30 مليون كاين يعني الدعم ديال 7 ديال المليون، أما أقل من 30 مليون فالدعم كيبقى ديال 10 ديال المليون. ولكن هذه المسألة ديال 30 مليون لتحت بصراحة راه ما نظنش يعني كاينين شقق اللي فيهم اللي يعني كيتباعوا ب 30 مليون لتحت، الا في حاله الا كانت فيهم مساحه صغيره وفيهم غير بيت وصالون، اما جوج الغرف وصالون على الاقل يتباعوا ب 32 مليون، يعني اقل زعما الثمن اللي قدروا يتباعوا به. لحقاش ما نظنش ان شي مقاول يقدر يسلك فيهم بثمن اقل من 30 مليون، دائما اكثر من 30 مليون. بالنسبه للاخوان اللي عجبتهم هذه الشقه، انا خرج شويه من الوصف ديال هذه الشقه، كنعتذر صراحه الشقه خاصها تاخذ حقها في الوصف. لحقاش الشقه ممتازه، ماشي شقه، مجموعه شقق. بالنسبه لهذه الشقه كاين فيهم ثلاثه الغرف، صالون، حمامات، مطبخ مجهز وصالون كبير ما شاء الله. نعطيكم الترتيب ديال هذه الشقه اللي حنا فيها ابتداء من الباب ديال لونتخي اللي هو هذا، باب ما شاء الله رائع. خصوص الحمام ديال الضياف اولا ديال لي زانفيتي، كل واحد كيفاش كيسميه. بالنسبه للغرفه الاولى هي هذه ما شاء الله رائعه، عندنا صالون ما شاء الله صالون كبير اللهم بارك، مطبخ رائع ما شاء الله اللهم بارك، مطبخ لي عصري ما تحمل الكلمه من معنى. عندنا الغرفه الثانيه اللي هي هذه غرفه رائعه بيت البروك كما كيتسمى. بالنسبه للشومبر بارونتال يعني غرفة ديال النوم صراحة رائع، اللهم بارك، بالحمام بالدريسينغ وكذلك بالبلاكار ديال الحوايج ما شاء الله اللهم بارك، وعندنا فيها بالكون. بخصوص الناس اللي مهتمين بهذا العقار يتواصلوا معنا على الأرقام التالية اللي هي 07-66-78 أولا 06-031-72-17. إخواني أخواتي إلى هنا دمتم في حفظه ورعايته، نتلاقاو إن شاء الله
في عقار جديد وتكون ان شاء الله صحة جيده. كنعتذر ما صورش لكم المصعد، المصعد هو هذا ان شاء الله. هما بارك الاشاره، كاين جوج ديال الشقق في كل طابق، الله يعاونكم.